ما المقصود للذكر مثل حظ الأنثيين؟ أولا هون أغفلوا الآية بسورة البقرة. يعني فرضا إنسان اقترب من الوفاة، عنده بنت وشاب، يا أخي البنت من ذوي الاحتياجات الخاصة مقعدة، أخوه مدير عام، فبحق لي أوصي بكل مالي لبنتي. إذا زاد شيء فوق الوصية خليها تأخذ كمان حصة إضافية، يعني مثل حظ الأنثيين. لذلك واردة 4 مرات في الآية، قال كذا 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 من بعد وصية يوصى بها أو دين، كذا 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 فالأولي كذا من بعد وصية. لكن هذول العميان ما شافوا عبارة من بعد وصية. الوصية واردة بصورة البقرة، يا أيها الذي، قال تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، يعني مالا، الوصية للوالدين والأقربين حقا على المتقين، والبنت من الأقربين. لكن مع كل الأسف إجا قال لك لا وصية لوارث والبنت وارثة، هون خربوا الدين. أيوة أخي، آية بصورة البقرة كتب عليكم، بصورة البقرة عندي صفحتين، صفحة شمال وصفحة يمين في القرآن بالذات، صفحتين أمام بعض. على الصفحة الشمال كتب عليكم الصيام، وبرمضان نقيم الدنيا ولا نقعدها، كتب عليكم الصيام. يا أخي فهمنا كتب علينا الصيام. الصفحة اللي قبلها فيها كتب، هاي الآية راحوا الشباب أهل لحى لغوة. الصفحة اللي قبلها كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين حقا على المتقين. يعني فرضا عندي 1,000,000، اقتربت الوفاة، عندي بنت مقعدة وأخوها مدير عام، يا أخي أنا بدي أوصي لبنتي 900,000. إذا زاد 100 من بعد الوصية خل تأخذ الذكري مثل حظ الأنثيين كمية إضافية بعد الوصية. دائما بعد الوصية هذا الكلام يا أخي، واردة 4 مرات من بعد وصيتين، فالعميان ما شافوها، 4 مرات مكتوبة من بعد الوصية. طيب ربط هذا الموضوع على الذكر مثل حظ الأنثيين، ربطه بالشهادة، يعني بشهادة إنه امرأتين مقابل شهادة رجل واحد. لا أبداً 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 أبداً. يعني الأغبياء سبحان الله أموراً عجيبة. مثال، لا يجوز إنه آخذ آية أو حادثة واحدة وأغفل باقي الحالات وأبني عليها حكم. الله قال يعني فشاهد وامرأتان في حالة واحدة فقط في كل القرآن، هي موضوع العلاقات التجارية، موضوع حفظ أرقام، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يعني هون بس قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى لأنه في حفظ أرقام. وهذا الموضوع طبي فيزيولوجي ما له علاقة. لا أبداً أبداً ما له علاقة. يعني لأنه ليش الأنثى صعب عليها حفظ الأرقام، يعني ما بيهمها. يعني فرضاً إذا الذكر دخل على المطبخ ما بيهمني وين الرز وين العدس وين البرغل. يعني حتى الأولاد صغار، يعني الأنثى بدها باربي وما باربي، البنت الشاب بده مسدسات وسيارات. يعني هي طبيعة ما لها علاقة. يعني لا سمح الله صار حادث سير بيتجمعوا حول الرجال، النساء ما بيهمها. لكن الأغبياء ما شافوا إنه شهادة الأنثى ب4 شهادات ذكر بصورة النور، هي بصورة النور ما شافوها، تشهد بالله 4 شهادات إنه لمن الكاذبين، بس شافوا هذيك وساوى بنص عقل وبنص دين. مثال الآية 15 من سورة النساء، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم. ليش ما قال 4 رجال و8 نساء؟ فالشهادة مثل بعض. يعني عشرات الأمور عم بيقول لي شهادة الأنثى مثل الذكر. راحوا الأغبياء على حالة واحدة بس أخذها وبنى عليها الحكم كامل بنص عقل ونص دين ونص. طيب شلون نص دين يعني؟ يعني كيف نص دين؟ يعني فرعون قدر يضل شعب كامل، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. مرته اللي معه داخل البيت ما قدر يغويه، ربي ابني لي بيتا عندك بالجنة،
هي نص دين، هي تحدد فرعون، هي نص عقل. طيب فرعون، خلينا نحكي في مبدأ الديمقراطية بالتاريخ بنص قرآني. فرعون ماذا قال؟ فرعون الذكر، ما أريكم إلا ما أرى، يعني خرسوا مثل ما بدي بصير. هذا الذكر يعني كامل العقل. بلقيس أنثى، ماذا قالت بلقيس ملكة سبأ؟ يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. هي نص عقل وهذاك عقل كامل. اثنين، الأنثى ملكة سبأ أخذت قومك كلهم على الجنة وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هي ناقص الدين. فرعون بده يأخذهم على النار، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. هذا كامل الدين وكامل العقل، لأنه ذكر يعني بمروا على آيات القرآن وهن عميان. ما رأيك يعني ما الهدف يعني من وراء ذلك؟ يعني ما الهدف لو أنا أدعي المرأة ناقصة عقل وناقصة دين؟ يعني ما الهدف من وراء ذلك؟ هناك من يفسر بأنه المرأة هناك تدخل في حالة لا 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 ما لنا علاقة، هي الله سمح لها. أنا شغلتي هي. طيب معلش، هل أنا ضمنان أنه صلاتي مقبولة حتى أقول لأنت هي صلاتك غير مقبولة أنا صليت أكثر منك؟ هل الله عم ينزل لي في كل سنة عم ينزل لنا لكل واحد ما يسمى هذا الجلاء المدرسي بيقول لي والله كان صلاتك 50% وصيامك كان 40% وحسن حالك؟ أتحدى واحد منهم يعطيني أنه صلاة واحدة له قبلت قبل ما يقول عن الأنثى أنه هي نقصت من الصلاة. ليش صلاتك سيادتك مقبولة أنت أيها الذكر؟ مين قال لك صلاتك مقبولة؟ يا أخي الله سمح لها، أنت شغلتك هاي حتى تقيمها ناقص الدين؟ ليش دينك كامل أنت أيها الذكر؟ صلاتك مقبولة، صيامك مقبول، أعطيني وثيقة أنه صيامك مقبول. هي عبارة عن حملة لتشويه الدين، لتشويه الأفكار. غباء عجيب، غباء عجيب. يا أخي الله سمح لها، أنت شغلتك قضية إلهية خارجة عن إرادته والله بالذات سمح له، فأنت يعني إيش محلك من الإعراب حتى تكون نص دين ونص عقل ونص 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 ونص؟ طيب مثال، هذا الغباء بيحكومه قبل 200 سنة، لكن حاليا عنا من الروضة حتى أعلى الجامعات. أنا عندي مهندس ونص مهندسة، عندي طبيب ونص طبيبة، لك احيانا الاناث باي صف من الروضه متفوقات اكثر. صحيح. يا اخي هاي المدارس امامكم، شلون يعني هي نص عقل؟ هذا الحكي الغباء بيحكمها قبل 200 سنه، ما كان في مدارس. يعني روسيا مثلا، روسيا من عام 58 عنده رائده فضاء فالنتينا تريشكوفا، هي ناقصة عقل؟ وهدول الأغبياء كاملي العقل اللي ما قادرين يصنعوا أبرة، رائدة فضاء. طيب يعني في ألمانيا ميركل أنثى، هل ناقصت عقل عم تدير أكبر اقتصاد في العالم؟ لك يعني هذا كيف عم فكروا؟ ما بعرف.